إذن مشاهدين الكرام، ما نتحدث في ملف البانوراما عن ثقافة الحوار، ويجب أن ننوه إلى أنه كل ما قل الحوار كل ما زادت الخلافات على جميع الصعد، في الأسرة، في المدرسة، على المستوى السياسي. هذا أمر جدا عميق يجب التطرق إليه، يجب الحديث عنه، يجب وضع أسس ومناهج أساسية لمحاولة تجاوز مشكلة عدم وجود ثقافة الحوار في المجتمع الفلسطيني والتي تسوء يوما بعد يوم. يجب تقبل الرأي والرأي الآخر، والأهم أن نستمع الأفكار، أن نستمع، يعني لا يهم فقط أن نتحدث، لكن يجب أن نستمع حتى نحصل على نتيجة ونتمكن من أن نصل إلى نتيجة واحدة. يعني دكتور عبد الكريم، هنا نتحدث عن موضوع خطير جدا. يعني هناك من يعتقد بأن الحوار مجرد أن تطرح فكرة وتجد من يستمع لها ويوافقك الرأي، لكن الحوار من الممكن أن يخرج عنه نتائج رائعة جدا، يعني الرأي الأصوب، النتيجة الأفضل. يعني كيف من الممكن أن ننجح الحوار؟ أنا بعتقد هي منظومة تراكمية، يعني زي ما حكيت في البداية، تبدأ من الأسرة، ثم تنطلق لرياض الأطفال، ثم إلى المدارس، ثم إلى الجامعات. أنا بعتقد هذه فرصة طيبة نحث مؤسسات المجتمع المدني أن تضع استراتيجية وطنية من خلال ورش العمل، خلال ندوات، خلال الإعلام الفلسطيني، تلفزيون فلسطين، كل الفضائيات الفلسطينية. نعم. الهدف منها أنه احنا نكرس ونرسخ هذه الثقافة من خلال سلوك، يعني سلوك ومنهج في الحياة. للأسف مؤسسة التعليمية أحيانا بكون المعلم متسلط، نعم، ويفقد ثقافة الحوار الإجابة بينه وبين تلاميذه، وحتى ثقافة الحوار بين التلاميذ فيما بينهم غير موجودة. فماذا تنتظرون من المخرجات التعليمية؟ نعم. تلاميذ أو طلاب عاجزين أن يتقبلوا الآخرين، وإذا تقبلوا الآخرين بكون عن مضض. لماذا؟ لأن المنظومة الحوارية غير متيسرة وغير إيجابية في المجتمع الفلسطيني. نحن إن شاء الله ستكون أهم التوصيات اللي هي نعطي صورة أو رؤية للمجتمع الفلسطيني ابتداء من الأسرة والمدارس والجامعات، مؤسسات المجتمع المدني، حتى السياسيين، أنه يجعلوا من هذه الثقافة سلوك ومنهج حياة. لأنه إحنا كفلسطينيين أحوج شعوب المنطقة أن نكون أسرة حوارية، أسرة متماسكة. أنا بعتقد نحن نمتلك المقومات ليكون مجتمع متحاور، لأنه أنا بعتقد ما فيش، لا يوجد شيء نختلف عليه طالما الهمنا احنا واحد ومأساتنا واحدة وهويتنا الوطنية والفلسطينية واحدة. نعم. فأنا بعتقد انه ثقافة الحوار هي ضرورة استراتيجية يجب ان تبدأ في مراحل النمو الانفعالي والاجتماعي للطفل حتى يصل الى الجامعة وحتى يصبح راشدا. فهذه نقطة مهمة جدا، لانه للأسف لما احنا نغيب هذه الثقافة هذا يعطينا مخرجات الجمود الفكري، نعم، الجمود الحواري، التطرف، عدم تقبل الآخر. وأنا بعتقد هذه الثقافة يجب أن تكون جزء من الماضي بالنسبة، نعم، للشعب الفلسطيني. الحوار والحرية، يعني في النهاية حتى أتمكن من خوض حوار منطقي، حتى أتمكن من الحديث بما أفكر، حتى يكون أكون يعني في سياق الحديث عن رأيي الخاص وليس فقط رأيي الشخصي، وهناك فرق بينهما، أحتاج إلى أن يكون هناك حرية. هل يمتلك المجتمع الفلسطيني مساحة من الحرية كي يخوض حوار ناجح؟ بالتأكيد كلامك منطقي. لا حر، لا حوار إيجابي مؤثر بدون حرية. نعم. أصلا المناخ الطبيعي للحوار هو الحرية. إذا شخص كان مكبل في إظهار أو إظهار رأيه أو حديث أو إعطاء يعني وجهة نظره في أي موضوع معين، إذا كان مكبل وغير حر أن يعني يصرح برأيه بحرية أو بطلاقة، نعم، أعتقد سينعدم الحوار. فالحوار والحرية وجهان لعملة واحدة. نعم. يجب أن تكون سمة سائدة في المجتمع الفلسطيني. إحنا مجتمع يستحق الحياة، احنا قدمنا ما لم يقدمه شعب في العالم، احنا اجدر ان نكون اسرة واحدة متحاورة، لانه في النهاية سنكون ضحية. انا ارى مناظر كثيرة في المجتمع الفلسطيني ونماذج شاهدة انه غياب الحوار
بين الأسرة الواحدة، بين الأشقاء، فبالك بين أفراد المجتمع. لأنه أنا بعتقد الحزبية قتلت ثقافة الحوار الفلسطيني. فهذا منعززه من خلال أنه نتحاور من أجل أن نصل إلى هدف. وبالمناسبة إحنا هدفنا واحد كله. ما فيش أهداف، إحنا عندنا هدف واحد وهو الحرية والاستقلال. فبعتقد يختلف على إيش. ويجب أن حتى إحنا نقمع أبنائنا، حتى الفتاة عندما يأتي من يخطبها أحيانا لا تشاور. لا نتحاور معها من هو المناسب وغير المناسب، لأنه لا زال بعض العائلات يغلب عليها اللي هي الثقافة التسلطية. وحتى على مستوى مؤسساتنا، مستوى المؤسسات المدني، كل المؤسسات للأسف بعضها بتركز على ثقافة واحدة، رأي هو الصائب ورأي الآخر خطأ. يجب أن نتقبل بعض، أن نسمع لبعض، لأنه في النهاية سيسود مجتمع ديمقراطي. أنت قلت بأنه الحزبية قتلت الحوار، ونحن شعب ومجتمع متحزب بالغالب. يعني نحن أمام تحدي كبير جدا كي تخرج المواطن، كي تخرج الفتاة والدها وأخوها من هذا القالب الذي سكنوه خلال سنوات طويلة. أليس هذا صعبا؟ نتحدث عن تحدي كبير جدا. والله أنا في اعتقادي المنظومة الثقافية الحوارية الحزبية صعبة أن تصبح يعني مادة يمكن أن تكون يعني مقبولة في المجتمع، لأنه الأخذ جرعة حزبية من أي حزب من الأحزاب وبيعتبر رؤيته ورؤية الحزب هي الصائبة ورؤية الحزب الآخر هي الخطأ. صحيح، فهذه من ليس معنا إذن هو علينا. عشان هيك أنا حكيت نبدأ في القاعدة في المجتمع، نبدأ من الأساس. الحزب أنا بعتقد لا يمكن غير وجهة نظره. لماذا؟ لأنه هو تربى على ذلك. يعني طالما الشخص تربى على رؤية معينة وتنشأ نشأة سياسية حزبية، بعتقد من الصعوبة بمكان أنه غير رأيه. لكن هذا لا يمنع أن نبدأ في مؤسستنا التعليمية، هي التي تصنع الرجال. نبدأ من مؤسستنا التعليمية. وأنا بعتقد لما إحنا ننشر هذه الثقافة، في النهاية الحزبيين والأيديولوجيين يفترض أن يخجلوا حالهم وينصاعوا للمجتمع، لأنه بكفي إحنا كل واحد منا متشبث برأيه وبيعتبر رأيه هو الصائب ورأي الطرف الآخر هو الخطأ. بعتقد ما فيش إشي نتصارع عليه، لأنه هدفنا زي ما حكيت واحد. فياريت من خلال منبر في ضيّة فلسطين أنه نتكاتف مع بعض، لأنه اللي مخبى إلنا أكبر مما نحن نفكر فيه. وبعتقد هذه الثقافة هي من يوم من وجد الدين الإسلامي ثقافة الحوار موجودة. لماذا ابتعدنا عنها وأصبحت عدونا ثقافة الحوار؟ يعني في إطار أيضا الحديث عن التحديات ليس فقط الفصائل الفلسطينية، أيضا إذا أردنا أن ندرس ونقرأ المجتمع وأوضاع المجتمع والناس والمواطنين، يعني نتحدث عن مشاكل وهموم كبيرة جدا ترتبط بالبطالة والحصار ومشكلة الكهرباء والماء وغير ذلك. كيف نتوقع بأن يكون هناك فرصة لكي يعني نعزز نتحدث عن أهمية أن يكون هناك حوار والمواطن ليس لديه الحق في أن يقول رأيه؟ شوف، للأسف هي منظومة زي ما حكيت تراكمية متراكمة. المواطنين بالعكس، يعني أنا بسمع أنه يتحدثوا مع بعضهم. إلى متى سنبقى في حصار ما يسمى بالكهرباء؟ حصار بيعتبروه كهربائي أو نفسي. متى سنبقى في هذا الحصار الجائر الظالم على الشعب الفلسطيني؟ بالعكس، الناس فيما بينهم بعيد عن الكاميرات يتحاوروا في القضايا اليومية الحياتية، ولا يحسبون لأحد حساب، لأنه هذه الجزء المتبقي في نسيج حياتهم الاجتماعية. فأنا بعتقد هذه رسالة للسياسيين أنهم يسمعوا لأذان الشارع الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يتحاور ويتحدث في كل صغيرة وكبيرة. عندما تذهبين لأي مكان الكل يتحدث بمقومات الحياة اللي غير متوفرة في المجتمع الفلسطيني. فبعتقد هذه لغة المواطن الفلسطيني بتحدث في كل مناحي الحياة، لكن عند الكاميرات لا أحد يتحدث. بعتقد رسالتي وصلت. صحيح. يعني نتحدث عن انقسام أكثر من 8 سنوات أثر كثيرا على ثقافة الحوار أيضا. كيف نترجم هذه؟ هو الانقسام البغيض دمر النسيج الاجتماعي. أنا كباحث في علم النفس، الانقسام
دمر مكونات النسيج الاجتماعي الفلسطيني. وبعتقد هذه رسالة كمان، أنه السياسيين صح يبحثون عن السياسة، لكن يجب أن يبحثوا عن هموم الناس، عن مآسي الناس. أنا بنظر الأمور بالمنظار نفسي، لكن السياسي ينظر بالمنظار سياسي. الناس يعيشون في واقع مأساوي، يعني يعيش المجتمع الفلسطيني في حالة تتسم بغاية التعقيد. أنا بعتقد برضو فرصة يعني ذهبية هذه كمان، أنه أنا أنقل ماذا أسمع في الشارع الفلسطيني. يوجد معاناة في كل ما يتعلق بأمور الحياة. صحيح. وصح أنه حكيت أنه بتحاور فيما بينهم، لكن بعدين عن وسائل الإعلام. لكن الانقسام بعتقد يجب أن يكون صفحة سوداء وانطوت إلى الأبد. يعني كل دول الاتحاد الأوروبي كانت بينهم حروب مدمرة. لكن الآن الاتحاد الأوروبي أسرة واحدة متماسكة اقتصاديا وسياسيا. فبعتقد يجب أن نطوي هذه الصفحة السوداء وأن نتعالى، لأن الوطن أكبر من الانقسام. يريد يستفيد السياسيين أنه هذه الصفحة يطوها للأبد، ونكون يعني في هذه الأحوال متمسكين مع بعض، أو نكون متحاورين من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني. نموذج الاتحاد الأوروبي مناسب، يعني بلاش صربيا والدول اللي انقسمت عن يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي السابق. بينهم حدث أكثر من حدث في قطاع غزة والضفة الغربية. فبعتقد أنهم فرصة ذهبية أنهم يتحاوروا، لأنه في النهاية إحنا شعب واحد. صح إحنا نملك أطياف متعددة، لكن إحنا شعب واحد، ويجب أن نحافظ على هذا النسيج اللي الانقسام المستمر. أنا بعتقد كتير صدع منه، هذا صدع من الانقسام، صدع كتير من مكونات ومن أركان المجتمع الفلسطيني. ويا رب يكون يعني ظاهرة الانقسام هذه جزء من الماضي قريبا. نتمنى ذلك. يعني دكتور عبد الكريم، نتحدث عن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن حوار، نتحدث عن المجتمع، نتحدث عن بناء المنظومة التنموية، نتحدث عن يعني خروج من بوتقة التراجع التي وقعنا فيها منذ 8 سنوات وحتى الآن وما زلنا مستمرين. يعني هي رسالة للقادة، يجب أن تكونوا مثالا للمحاورين الجيدين حتى تصبح هذه الثقافة، ثقافة الحوار، ثقافة سائدة في المجتمع الفلسطيني. أود أن أشكرك جزيلا دكتور عبد الكريم المدهون، رئيس مؤتمر ثقافة الحوار ضرورة وطنية وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة فلسطين، كنت معنا. شكرا لكم وشكرا لتلفزيون فلسطين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بانوراما الساعة. نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد في أمان الله.